أستاذ إبراهيم، يا ريت تقولنا كيف تقيم فترة عملك في صوت إسرائيل في مجال الأمان على الطرق؟ في الواقع هذا الموضوع أنا حبيته على خلفية المآسي اللي كنت أشوفها وأنا مراسل لعدة مواضيع في الإذاعة منذ حوالي 20 عام. أنا عملت في هذا الموضوع لتوفير ولو نقطة دم واحدة لأي مواطن عربي بشكل خاص. في الواقع بعد 20 سنة تقريبا، من خلال عدة برامج، من خلال عدة نشاطات، بقدر أقيم أنه في تقدم، في هناك تقدم ثقافي في الوسط العربي لموضوع الأمان على الطرق وإنزال نسبة الحوادث. مع العلم أنه للأسف هذا العام 2014 أنه الصورة انقلبت، أن 83% من حوادث السير هي في الوسط العربي، في حين أن الوسط العربي لا يزيد على 20 إلى 21% من سكان الدولة. ولكن نحن إلى الأمام يجب أن نستمر. كيف تنظر إلى وضع البلدات العربية من حيث الأمان على الطرق؟ للأسف أنه البلدات العربية هي من ناحية البنية التحتية غير مؤهلة كما يجب، مع العلم أن هناك تطور كثير. على مثال أبو غوش هنا غربي القدس، هناك شوارع جيدة وشوارع جديدة وبنكيت للمشاة ومقاطع، شيء جميل جدا، ولكن لا تزال تنقصنا الثقافة المرورية في الوسط العربي. للأسف الثقافة المرورية من العائلة لازال تنقصنا، في المجلس المحلي، في أي مكان في الوسط العربي تنقصنا. ما فيش جمعيات أو منظمات تعنى بهذا الأمر كما يجب أو كما هو موجود في الوسط اليهودي. كثرت الجمعيات التي تعنى بالأمان على الطرق، لماذا لا تكون جمعية واحدة؟ وما الهدف من كثرتها؟ وهل هي لخدمة المواطن؟ هنا الجواب ذو شقين، إيجابية وسلبية. إيجابية أنه كثرت، في كثير ناس مهتمين بهذا الموضوع، موضوع الأمان، الأمان على الطرق، الأمان في الساحة، الأمان في البيت، الأمان في الشارع، وخاصة للفئة الصغيرة من أطفالنا ما تحت جيل 9. ولكن للأسف أنه أيضا كثرتها، هناك علاقات مادية، هناك مصالح مادية، ما فيش بنات الوسط العربي لا تزال روح التعاون المشترك الكبيرة. للأسف أنه هذا مش موجود، ونحن سنسعى من خلال العلاقات العامة، من خلال ذوي الاختصاص، من خلال الإعلام العربي بشكل خاص، أنه يجب أن تقوم جمعية أو لجنة أو هيئة واحدة موحدة توحد كل هذه النشاطات للنهوض بهذا الموضوع وإعطاء الجواب اللازم للوسط العربي. هل هناك وعي من المؤسسة لحاجيات المجتمع العربي في مجال الأمن والأمان على الطرقات؟ الوعي موجود، ولكن التطبيق غير موجود. الكل عارف، وسنوات نقول ضعوا موضوع الأمان على سلم الأولويات، ولكن للأسف المواضيع السياسية والأحوال الأمنية والمواضيع الاقتصادية تطغى على تنفيذ مثل هذه البرامج اللي هي برامج الأمان على الطرق أو الأمان في البيت. نعم هناك وعي معين، ولكن ليست بالقدر الكافي، وخاصة من المسؤولين وسط العربي، إذا كانوا أعضاء كنيسة، إذا كانوا رؤساء مجالس محلية، إذا كانوا أيضا الخبراء في هذا الموضوع. للأسف نقول ولا نفعل بقدر ما نقول، لأن نقول كثيرا ونفعل قليلا. هل سننجح في منع حوادث الطرق بشكل مطلق؟ كيف؟ ما فيش شيء اسمه مطلق. نعم. حتى في العالم الأوروبي، في الدول المتقدمة أكثر من هنا، موضوع حوادث الطرق مطلقا ما فيش، ولكن هناك وعي، نشر وعي يبدأ من مكان ينتهي في مكان، عدة أمور لها علاقة في الوعي المروري، إذا كان الشارع، البنية التحتية، إذا كانت الشارات، إذا كانت المركبات نوعيتها. وأهم من كل ذلك أنا أقول لك بمنتهى البساطة، موضوع الأمان على الطرق أو أي موضوع أمان آخر هو في العامل البشري. يعني أنا لا أقول أنه الشارع ما لش نسبة إله 10%، السيارة 10% أو أقل من ذلك، لكن موضوع الأمان كمطلقا هو العامل البشري، أي التثقيفي. الأهل غير مثقفين كفاية في أمان أطفالنا في برندة البيت أو حتى في درج البيت أو حتى في داخل غرفة نوم الأطفال. نحن نسمع عن حوادث، تلفزيون سقط على رأس الولد وقتله،
في حوادث المعروف الحتسير اليوم اللي هي ساحة البيت، كم واحد في الوسط العربي فقط في خلال عام واحد يقتل ابنه أو يقتل ابن جاره وهو يرجع إلى الخلف؟ هذا لا نراه في مجتمع اليهودي، نسبة ضئيلة جدا جدا، أنا بقول عنها واحد برميل، واحد بالألف. لكن الوسط العربي للأسف ما فيش سنة إحنا ما بنقتلش 20 22 15 طفل داخل ساحة البيت. هذا وين؟ ثقافة البيت. إذا العامل الشخصي الإنساني. من أين يجب أن نبدأ في عملية التثقيف؟ عملية التثقيف في اعتقادي يجب أن تتوفر لها عدة قواعد. أولا الرغبة، يجب أن نجد مجموعة لديها الرغبة الشخصية النفسية، الألم اللي طالع منها على خلفية الحوادث اللي وقعت لها. هذا ما حصل في الوسط اليهودي. منظمات الموجودة اليوم، الجمعيات، هي نتيجة لحوادث أحيانا شخصية. يجب أن نبدأ أولا في الوعي في المسؤولين في دعم مثل هذه الجمعية الكبيرة أو الجمعيات. الدعم المادي هو شيء ضروري اليوم لدعم التحرك الثقافي. يجب أن نبدأ في البيت، في المدرسة، في الشارع.